بطبيعة الحال كلمات القادة السياسيين دائما ما تكون فيها رسائل، بالذات في المناسبات الوطنية الكبرى، المناسبات الفارقة في حياة الشعوب. بس كلمة الرئيس السيسي النهاردة في تقديري هي كلمة عابرة ما بين تاريخين، ما بين 1973 و2013، وده ظهر في مفردات كثيرة حتى وإن كانت الكلمة موجهة لنصر أكتوبر فقط. يعني أول حاجة التحية للشهيد، طبعا التحية للشهيد كانت تحية عابرة لكل الشهداء، صحيح، في كل الحروب المصرية، وطبعا في نصر أكتوبر العظيم، وصولا لحربنا لحربنا مع الإرهاب اللي راح فيها 3000 شهيد. الحاجة التانية وهو منهج عمل الإدارة المصرية حاليا، تحويل الجرح إلى طاقة عمل. الجزء ده يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عنه في أكتر من مناسبة، لما يقول كل ما تتهاجموا اشتغلوا، كل ما تتحاربوا اشتغلوا، وهو عبر عنها النهاردة في الكلمة للأمة المصرية كلها في تحويل الجرح إلى طاقة عمل. توصيف المشهد في 73 هو مشابه أيضا لتوصيفه في 2013، عشان كده بقول الكلمة عابرة للزمن، من ناحية إزالة جميع أسوار الحصار واليأس، والروح الوطنية القتالية بالضبط، لتنطلق مشاعر النور للأمة المصرية والعربية. هذا الأمر حدث في تاريخين 1973 ويونيو 2013. إن درس أكتوبر يمتد لعقود لندرسه ونتدبر، ودي يا أستاذ ريهام حقيقة احنا كل سنة مع احتفال أكتوبر بنكتشف الجديد والجديد. ثم بعد ذلك بقى احنا كنا اتكلمنا في الجزء اللي فات سينا. لا قبل سينا، اسمحي لي سيادتك، اتكلمنا في الجزء اللي فات على عناصر القوة الشاملة. هنا في الكلمة الريس حط روشتة بناء الأمم اللي هي ايه العناصر الآتية: واحد، تخطيط، صحيح، اتنين، التنسيق المنظم اللي بيستفيد من كل الطاقات والقدرات، تلاتة، التنفيذ المنضبط، اربعة، الروح الوطنية القتالية، خمسة، وتسبقهم مثلما قال السيد الرئيس هي الإيمان بالله، إيمان الواثقين بأن نصر الله قريب. هذا الأمر ينطبق على 73، ينطبق على دولة 30 يونيو أيضا. الجملة العظيمة أن لمصر الرجال في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، هذه الجملة يستحقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الرجل يعرف قدر مصر، هذا الرجل اليوم كرم جيل أكتوبر، هذا الرجل منذ أن تسلم المسؤولية في حكم مصر كرم الرئيس محمد نجيب، كرم الرئيس السادات، كرم الرئيس عبد الناصر، كرم الرئيس مبارك في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم الجميع ولم يطلق اسمه على شارع أو مدرسة أو كوبري أو محطة كهرباء عملاقة أو محطة تحلية مياه أو على الأنفاق بتاعة سينا. وهو هذا هو عهده، هذا البناء تم في عهده، ولكنه يتعامل بتجرد وطني شديد. في الجزء الأول كنا بنتكلم إن الرئيس أعطى الرئيس عبد الناصر حقه، ويمكن اتكلمنا قلنا أكيد في الجزء الثاني من الاحتفال هتلاقي إن الرئيس يعطي الرئيس السادات قدره. وقد كان، مش احنا اتكلمنا على المعركة بتاعت المزرعة الصينية؟ صحيح. هي اتسمت ليه المزرعة الصينية؟ يمكن بقى لو في حد من جيل أكتوبر أو من السادة المحاربين والعسكريين يعني العظماء هيبقوا عارفين الموضوع ده من السادة المشاهدين أو حتى المهتمين بتاريخ مصر العسكرية، عشان يوريكي إن التنمية اللي بتحصل في سينا دلوقتي ده حلم من زمان قوي، ودي كانت بداية محاولة إن احنا ننمي سينا. كانت مصر
جايبة معدات غالبا من كوريا، ثم حدث العدوان وتوقفت عملية التنمية وقتها. فأهالي المنطقة شافوا الكلام المكتوب فافتكروا ان الكلام المكتوب ده صيني، فسميت هذه المنطقة المزرعة الصينية. بالمزرعة الصينية، ايه المزرعة عشان تبقوا عارفين بس، ايه المزرعة الصينية اللي موجودة في سين. ثم كانت هناك محاولة اخرى في نهايات عهد الرئيس السادات رحمة الله عليه، او كان حلم هو ما لحقش، هو كان عنده حلم، هو كان بيقول استلم سينا في ابريل 82 الصبح الظهر. كان حتى كان الخطاب في الوزير الكفراوي له الظهر العمال ويبقوا يروحوا الكلام ده كله، وما تحققش علشان نقطع عيطا. الرئيس مبارك اهتم بالجزء السياحي في جنوب سينا اللي هي عشر سينا تقريبا، يعني على حتى تمثل يعني القيمة الكبرى في سينا، اهتم بهذا الجزء اللي هي بتتكلمي على محافظة جنوب سينا. سينا يا جماعة بتتكلموا في 61,000 كيلومتر مربع. التنمية وتوقفت، كان في مشروع طريق السلام وتوقف. صحيح. طب هو توقف لأسبابه يعني. التنمية الحقيقية في سينا لأول مرة في التاريخ تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقعد بالأرقام ونقعد بالمشروعات ونقعد في الاستوديو ده الصبح عشان مستمرة وبتتنامى، مش هخرج منه الأستاذة ريان السهل. خلاص نقعد من هنا لحد بكرة الصبح. ليه؟ لأن أنت بتتكلم على شمال وسط جنوب سيناء، حركة التعمير ممتدة، الحلم الأكبر بربط سيناء من خلال الأنفاق بالمركز هنا في القاهرة ده تم، المجتمعات العمرانية حتى الذكرى الأليمة الخاصة بمذبحة بحر البقر تحولت لمشروع قومي، محطة تحلية بحر البقر اللي بتتروي منها أرض سيناء.